قبل ما نبدأ التوقعات، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وشنو القراءة القادمة اللي حابين نسويها، سواء كان اختر كارت أو حسب الحروف، لأنه حسب الحروف شوية هالفترة أشوفها مرغوبة أكثر. كتبوا لي بخانة التعليقات. اليوم راح نقرأ توقعات برج السرطان، طبعا على الصعيد العام، الصعيد الصحي، العاطفي، العملي، مع التركيز على الصعيد الصحي اللي هو أهم جزء أنتو تنتظروه بالقراءة. فخلونا هسه نبلش التوقعات. الطاقة العامة إلك يا برج السرطان. برج السرطان، الطاقة العامة إلك هاي الفترة، أشوف أنت برج السرطان، أشوف أنه أنت ممكن هاي الفترة ماخذ قرار، أو أنت دا تحس بقوة إلهية جايتك. ممكن تكون روحانياتك عالية جدا خلال هاي الفترة، وممكن هنا هم اشوف انه لانه من خلال طاقتك العاطفية اشوف انه انت ماخذ قرار انه انت توازن حاليا بين العقل وبين العاطفة. انت دا تحاول توازن بين مشاعرك وعواطفك خلال هاي الفترة، واشوف اكو قرار اخذته من بعد تفكير، من بعد فترة طويلة ممكن من الانعزال، لانه هنا اشوفك انت طالع من حالة عزلة. برج السرطان، ممكن تكون انت صار لك فترة متهرب او منعزل من شخص او اشخاص، او ممكن حتى يكون بصورة عامة المحيط اللي انت بيه موجود. اشوف كنت منعزل صار لك فترة طويلة، بس حاليا كأنه اشوفك راح تطلع من انعزالك. طبعا هاي بطاقة برج العذراء بالتالو، فممكن تكون انت تتعامل مع شخص من برج العذراء، وانت ماخذ قرار اتجاه هذا الشخص انه تقطعه، او ممكن كشفت شيء عن شخص من برج العذراء وهذا الشيء خلى صورته تختل بداخلك، يعني تغيرت صورتك عنه. اما بالنسبة للشخص اللي وراك، اشوف انه اكو عدم وضوح، اكو شخص عنده تساؤلات او عنده معلومات غير كافية. شوف اكو شخص اخذ قرار او دا يحاول انه ياخذ قرار، بس ما كل المعلومات الكافية عنده، اكو حقائق هو مش شايفها، اكو نوع من التشويش. ممكن هاي ايضا تكون طاقة كلام واصل لك، والكلام هذا ما بي صحة من شخص كاذب، فحاول انه الاخبار اللي تجيك خلال هاي الفترة او حتى اللي اجتك حاول انه تتحقق بها اكثر، لانه هنا أنا اشوف اكو الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون الشريك او شخص بصورة عامة يقربك او يهمك، اشوف هذا الشخص ده يحس بفقدان حاليا، عنده فقدان، ده يحس بالخسارة بالألم. وممكن تكون انت منعزل عن هذا الشخص، وهذا الشخص ما يعرف سبب انعزالك شنو، فهذا الشيء مسبب له تعب نفسي. هو ما قاعد يعرف انت على شنو انعزلت من عنده، ليش تركته، هو ما متوازن. هذا الشخص قاعد يبحث عن التوازن خلال هاي الفترة. طبعا هاي بطاقة برج القوس ايضا، في حال كنتوا تتعاملون ويا احد هاي الابراج، طبعا مو شرط الابراج، اهم شيء القراءة تنطبق عليكم. وهنا طاقة برج الدلو او الجوزاء. فهاي كانت الطاقة العامة اللي انت بها حاليا. نبلش على الصعيد، راح ابلش لكم بالصعيد العملي، الصعيد الصحي والعائلي، حتى بعدها نبلش مباشرة نحكي لك قصتك العاطفية. على الصعيد العملي يا برج السرطان، اشوفك مقيد جدا خلال هاي الفترة. انت على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن قبل فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل، بسبب اشاعات، بسبب منافسين، او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية، وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير. هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم. اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شيء، قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة دا تحس نفسك مقيد، او عندك ليمت معين للمصاريف، دا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية، يعني شلون نقول بالعافية، احنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذه تكفيك لآخر الشهر. كلنا نعرف انه احنا حاليا بأزمة، فممكن هاي الأزمة المادية مأثر عليك. طبعا الورقة اللي طالع هناك للمال هي ورقة السفن وفوند مقلوبة، فاللي قاعد اشوفه انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية، او حتى انه تخلي ليمت معين للمصاريف حتى ما تحتاج، ونفس الوقت تكون يعني شلون اوصف لك اياها، انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت، او سواء بالبيت او اذا كنت انت مثلا
عندك مسؤوليات اتجاه العائلة، لأن البعض منكم أشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائلة، طلعت لي بالأسرة، فدا تحاول تساعد، فدا تحاول إنه تخلي وضعك المادي مستقر حاليا، وعندك تفكير كلش كبير بالمادة، ومأثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة. فحاولوا إنه تفكرون بإيجابية شوية خلال الفترة اللي جاية، يعني خلوها على الله. أشوف أكو مساعدة من شخص من العائلة، مقرب من العائلة، راح يمد إيده وراح يساعدكم بمبلغ، أو ممكن بإشي ثاني إذا كنت مثلا رايد وظيفة أو شغل، خاصة للناس اللي خسروا شغلهم، أشوف بسبب أقاويل، أو حتى خسروا ممكن خسارة مالية، أشوف أكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلعه من الأزمة اللي هو موجود بها حاليا، واللي هي تشمل العمل والمادة. بالنسبة للصعيد الصحي إلك يا برج السرطان، اللي أشوفه أنه أنت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الأولى. البعض منكم يا برج السرطان طالع له هنا سيناريو موجود أنه أكو كلام وصل إلك أو انحكى عنك، الكلام هذا كان بيظلم، وهذا الكلام حاليا موجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي. اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة، وهاي الاقاويل او حتى المكالمة اللي اجته او الرسالة مأثر على صحته بالدرجة الاولى. فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير، ارق، ما يقدر ينام، بعض منكم اشوف عنده صداع. اما البعض الثاني من برج السرطان أشوف عندك آلام بالعظام خلال هاي الفترة، حاول تنتبه عليها شوية، وحاول إذا زادت عندك هذه الآلام إنه تتجه إلى الطبيب استشارة طبية، بس إن شاء الله الأمور طيبة، يعني لا تخافون، الله يعطيكم الصحة والعافية. بس هي مجرد أشياء ممكن أنا أنبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم، وممكن تتفادون شيء أكبر. فالبعض منكم أشوف قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم، لأن هذا الشيء قاعد يأثر عندكم، أرق على منطقة الرأس، صداع، وبسبب قلت لكم أقاويل أكو على برج السرطان، أكو ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص، أو حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة. احذر من هاي الطاقة شوية، واحذر من هذول الناس، وحاول إنه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية، لأنه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية. بس اطمن، أنا أشوف أنه أنت قد التحدي، فراح تقدر تصد هاي الإشاعات والأقاويل، بس هذا لا يمنع أنه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية. أما بالنسبة للصعيد العائلي، برج السرطان أشوف على الصعيد العائلي أمورك راح تبلش تتوازن، أكو مصالحات مع البعض، البعض منكم أشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا أخ كبير أو ويا الأب، شخصية الأب أو الأخ الكبير، بس أشوف أكو مصالحة. أما بالنسبة للناس اللي متزوجين، أشوف أكو مساعدة راح تكون، أكو شخص راح يقدم مساعدة لكم، قلت لكم إياها على الصعيد العمل أيضا، شخص من العائلة أشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي، راح ينطيك إياه حتى تمشي أمورك به خلال هاي الفترة، واللي قاعد أشوفه أنه أنت راح تقبله. هذا الشخص كبير بالسن، أشوفه أكبر من عندكم، والفترة الجاية خلال يعني 8 أيام راح يكون لك تواصل ويا هذا الشخص، وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية. هسه ننتقل للصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي اشوف اني عندي مقسومة القراءة العاطفية الى نصفين، للمنفصلين صار لهم فترة، ولل يعني الناس اللي هسه مرتبطين او رد بعلاقة هم موجودين. فخلي ابلش لكم اول مرة بالناس اللي هم اساسا بعلاقة بالفترة الحالية، يعني مرتبطين، يعني اشوف انه الناس اللي حاليا بعلاقة انتو قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد، ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص، او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن، ممكن هو اكبر او انتو اكبر، بس اللي قاعد اشوفه انه اكو شخص مغرور، متكبر جدا، عنيد، وهو يحكي بكلمة اني اني اني، يعني من النوع اللي صعب يعبر عن مشاعره، وحتى من يعبر عن مشاعره تحس انه اكو بيها غرور، يحسسك انه هو اكو منيه بالمشاعر اللي هو دا يقول لك اياها. هو هذا الشخص اني
أشوف أنه عنده مشاعر اتجاهك، هذا لا يمنع أنه هو مشاعر اتجاهك موجودة، ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء، الكبرياء زايد عن حد لدرجة أنه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، هو يستحي يعبر عن مشاعره. الشخص ممكن هذا شخص من النوع اللي يقول لك أني إذا أعبر عن مشاعري وأبين ضعفي لهذا الشخص، فهذا الشخص باكر راح يستغلني، راح يتعبني. أشوف أنه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة، وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس، خلته خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطي مشاعر، يعني مصدر وجه خشب للناس، رغم انه هو اكو مشاعر بداخله. البعض منكم اشوف انتو عندكم زعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة، ممكن 7 ايام وشي رقم، يعني اكو شي برقم 7 طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر. فهذا الشخص اشوف اذا صاير بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلح، طبعا هاي مو للمنفصلين، للمرتبطين، وحاليا اكو بينهم تباعد. يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك، يريد يصالحك، هو مقدم لك كاس الحب، يريد يصالح، ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء، هو دا يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي، انتظر شوية هو راح يبادر، هو راح يجي مسج، هو راح ينطيني اشارة حتى انا ادخل. فهو منتظركم هذا الشخص. طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص، رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية، وهو تعبان بحياته هواية، هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه، فلهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه، يعني هو من يباوع حتى على الشخص تحسه يباوع بطرف عينه. وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتم تتعاملون وياه همينه، اذا كنا نحكي على ابراج، فطالع لكم برج الحمل، يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع، فهو كلش معظم نفسه، يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينه، بس انه من يوصل لمرحله انه يستحي في يقول المشاعر ما يعبر عنها، فهذا الشخص اكو عنده مشكله من الطفوله ممكن مؤثر عليه بحياته، او مر بعلاقه فاشله، وهنا هم ايضا طلع لي انه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقه فاشله ضيع بها وقت، ضيع بها تعبه واهتم، ولكن الطرف الثاني جاذاب انه ممكن خذله او خيب ظنه، فهذا الشيء اللي مخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية، مخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا. بكل الاحوال البعض منكم، طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لان هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات انه القراءة عكسية، القراءة عكسية، ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية، ممكن تكون انت الشخص اللي أنا داحكي عليه وأقول شريكك، أنتوا أدرى، أنتوا تعرفون أكثر، لأن هاي قراءة عامة، فمستحيل تنطبق عليكم كلكم، تنطبق على جزء من عندكم فقط، يعني ممكن تنطبق نسبة 50% 30%، بس ما راح تنطبق 100% على الكل. هاي بالنسبة للبعض الأول. أشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين أكو صلح بعد تباعد صار بيناتكم، ممكن صار لكم 7 أيام أو ممكن أكثر، يعني الله أعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها. اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره، واخيرا بعد فترة بعد تعب، بس ما اشوفها حتجي بطريقة مباشرة، راح يبلش خطوة خطوة. هو ما يحب، مو من النوع اللي يحب التسرع، هو شوي ثقيل قاعد بمكانه، فراح يبلش. طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة، او منتظر انه انت تدخل له، بس راح يستسلم اخر شيء وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم. هاي بالنسبه للناس اللي مرتبطين بعلاقه مو منفصلين، وانما اكو زعل او فتور بالعلاقه صار لفتره، اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد، سواء من ناحيتك او من ناحيته. اما بالنسبه للبعض الثاني، اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فتره، دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية، لأنه هاي العلاقة أشوفها مأثر عليكم هواية خلال هاي الفترة، دا تفكرون بها هواية، ممكن عندكم تخوف أو تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة. فالبعض من برج السرطان أشوفك دا تحاول تطلع من علاقة، الشخص هذا ما أشوف الغلط منه 100%، أشوف الغلط بيك، ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل، طبعا هذا سيناريو ثاني.